مساء الخير. يوم كبير لسيمو أسمر ووداع قد القيمة الفنية يلي تركها بلبنان والشرق الأوسط. بداية مشوار اليوم الأخير انطلقت من مستشفى رزق مع عائلتين فنية وضمت الأهل والأبناء، وإعلامية بيتقدمها رئيس المؤسسة اللبنانية للإرسال الشيخ بيير الظاهر. وبوسط مدينة بيروت يلي أحب سيمو أسمر كان اللقاء الجامع، وإلى كنيسة مرجرجس حضر عدد كبير من أبناء الأسمر الفنيين ويلي ولدوا باستوديوهات متعددة، نجوم فن وأعلام واجتماع كانوا حاضرين لإلقاء تحية الوداع على الأستاذ. على كل فنانين لبنان حق الوفاء، كليتنا جيل السبعينات والثمانينات والتسعينات اللي مثلي مثلا تخرج من برامجه او اللي مرق ببرامجه، والكل مرق بابهى صوره، مرق بارقى صوره لبنانيه ضمن الامكانيات اللي كانت بهيداك الوقت. صحيح، لازم يكون في عنا كلمه وفاء فيه، ولازم ما ننسى لحظة أنه من المبدعين الكبار ومن الفنانين اللي تركوا بصمة واضحة بإخراج برامج المنوعات بلبنان. هالاسم عد ما رح ينذكروا الفنانين الخالدين بلبنان، هو رح ينذكر معهم. فتت على LBC كان أستاذ سيمو أسمر أولادي موجود هنيك، وأنا فتت من أول يوم ما بدأت فيه بال85 المحطة. يعني كان له رهبة كتير كبيرة، وكلمته صائبة جدا بكل ما له علاقة بعالم الإنتاج والإخراج والعالم الفني. وإنما شيء يمكن في كتار ما بيعرفوه كمان، كان له بصماته بعالم الإشراف على برامج سياسية، برامج من نوع آخر أيضا. يعني أول برنامج سياسي عملناه أنا ومرسال غانم على LBC كلام مسؤول كان إخراجه لأستاذ سيمو أسمر. اليوم بتحس الصورة والمشهد رح يبقى نفسه من بعد غياب مخرج عظيم؟ إذا الساحة الفنية بدها تتغير هو وحده، بس بتضل بالصورة يلي كانوا إذا بيعرضوا لنا شو قدم للبنان وللعالم العربي، بنضل نحس إنه في شيء قدمه لبعد شيء تقريباً 50 سنة لقدام. مع تقليص شغله أو مع غيابه تأثر كتير الجو مشهدية، الجو المشهدية التلفزيونية تأثرت وتغير مستويها. أنا عرفت سيمو أسمر من أول ما عم بحبي بالفهم كلمة أستاذ صغير عليه. لما بنحكي عن سيمو بنحكي عن مؤسسات، مؤسسة التقال، بعدين صارت LBC، صار هو من مؤسسين LBC هو بيير الظاهر. قدر ينقلنا لأماكن ما كنا نوصل لها أبدا بسهولة. قدر يعطي قيمة لكلمة مطرب لبناني بعد رحيل العمالقة. الحقيقة أنا بدي بوجه لك تحية من قلبي، أنت بتعرف قديش قلبي بحبك يا أستاذ، الله يرحمك. ما بدي أقول شيء أكتر لأني أنا شهادتي مجروحة فيك. أنت البي وأنت الخي وأنت الحبيب. كنت موجودة أنا باستوديو الفن وأنت كنت قائد الأوركسترا وضليتك رفيقه لآخر لحظة، ما تركته. من الناس يلي ذكرن روميو لحود مبارح وقال أنه هو فعلاً ضل حده. هالمرة بدي منك كلمة عن روحه لأساسي ما أسمر. أول شيء ما 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 قلنا بجبيل إنه نضل حد سيمو، له علينا كتير، له على الفن كله. سيمو أسمر أنا برأيي فنان عظيم بكل معنى الكلمة، خلق إبداع، رسم الخريطة الفنية بلبنان
لا بل بالعالم العربي. كان حالة فنية متكاملة، كان عنده رؤية ونظرة إخراجية، وكان عنده سيمو. إذا بدي أحكي على نقطة محددة يمكن الناس ما كتير ينتبهوا يحكوا لها، للسيمو بعد الحرب كان جزء أساسي من إعادة لبنان على الخريطة السياحية. بدي أقول اليوم شفت وجوه كتيرة كانت داخل الكنيسة بوداع سيمو أسمر. بعتقد اليوم ما بقى ينفع إلا الصلاة. هودي الوجوه يمكن أستاذ سيمون كان حابب يشوفهم هو بأزمته، هو بمعاناته يكونوا حده. اللي نجح مع سيمو أسمر بينسب نجاحه لإله، لأنه بيقول لك إيه خي هو صنعني، صنع نجوم بس أنا عندي الموهبة. بس بينسى تفصيلة مهمة، لو ما كان منبر سيمو أسمر هالهيلة الكبيرة بالبرامج اللي كان يصنعها بالإعلام، أنت موهبتك كانت صغيرة. يمكن هو اكتشفك كمقدمة برامج، ولكن نحن منحبك ومنحب نرجع نشوفك عم بتكمل المسيرة، مسيرة سيمو أسمر. أنا بدي أشكره لسيمو أسمر اليوم، مثل ما كنت بها 18 سنة دايماً أقول له أنا بشكرك، لأنه عرفني على إشياء بحالي أنا ما كنت أعرفها، وحط ثقته فيي وقت أنا كنت بحاجة يمكن لدعم كبير مثل دعمه. يعني نحن فقدنا رئيس دولة الفن سواء بلبنان أو بالعالم العربي. سيمو أسمر فنان كبير، افتقده لبنان، افتقده العالم العربي، افتقده الفن، كان ملكاً. هيدا كان كل شيء.